33 سنة. بديت الفن يعني في تقريبا في 2009. من بعد خرجت واحد الالبوم يعني دوز مهرجانات عدة الى اخره. من بعد التحقت درت واحد لا فورماسيون، درت استوديو لا برودكسيون ميوزيكال اون جينيرال. ليو انا ناخذ دي فورماسيون، قداش انا نتنقل من سلاتة الحياة الرياض باش ناخذ فورماسيون مع اورانج، والحمد لله انا مازال كنطرحن بزاف ديال الحوايج، وكون ما كانش هذا الكرسي ما غاديش نكون معكم انا اليوم. نكمل العنوان هذا اللقاء، سيدرك وسيقف على ما قمت بوصفه، فعند قيامنا بتفكيك العنوان نجد الادماج، وهي كلمه حماله ذات اوجه، فماذا لو زدنا على الادماج السوسيو اقتصادي، الكلمه المركبه في تشكيلها، المتفرعه الغزيره في مضامينها، ناهيك ان ارتبطت بالإعاقة، والإعاقة بحر خضم، وماذا أيضا لو احتوى الموضوع كلمة المبادرة، وهي الكلمة الديناميكية المحمودة المرغوبة في كنهها لدى الجميع، فكيف إذن كانت هذه المبادرة أو المبادر هو الوطن، وكانت المبادرة بشرية لأبنائه أيضا، فكيف إذا كانت المبادرة لفئة أشخاص من فلدة كبد هذا الوطن هم في وضعية إعاقة؟ نجيب قديري مدير مركز التوجيه والإرشاد تابع لجمعية أبي القراق. اليوم كنضموا واحد المائدة مستديرة حول الدور ديال هاد المائدات في التقنية استقلالية ديال الشخص بوضعية الإعاقة. كما كتعرفوا على أن بدون هاد المائدات على الانسان، على الشخص ولا الطفل او لا شاب او لا او لا سن موسين، ما يكونش عنده واحد استقلاليه. وحنا كنبغينا نبينوا، بغينا نديروا هاد المائده باش كنعرفوا هاد الدور الكبير. وزعما وحنا في المركز كنحاولوا على ان كنهتموا بالاخص بالاطفال اللي بوضعيه الاعاقه، اللي كيكونوا محتاجين او بيان اباغياج او لا كرسي متحرك او لا بيكي، باش كيمكن له يقرا، كيمكن له يتبع واحد المسار ديالو زعما المهني او لا التشغيل. وهذا هو اللي بغينا اليوم. راه حنا غادي نفرقوا واحد، غادي نوزعوا واحد مجموعه ديال المعدات، ولكن قبل ما نوزعوا هذه المعدات بغينا نديروا هذه المائده باش نبينوا للناس على ان واحد الدور كبير وكبير بزاف اللي كيحتاج هذا الشخص ولا هذا الطفل ولا هذا الشاب اللي بوضعيه الاعاقه لهذه المائده. السلام عليكم، انا بنت عائشه وبنتي بن شهيد خديجه. كنشكر المسؤولين كاملين على هذه المبادره، كنشكر الجمعيه ديال جمعيه ابي القراء اللي مسانداني ومعاونداني، وبنتي فرحات بهذا الكرسي المتحرك، والله ينصر سيدنا. الجمعيه بوركراك هي اللي عاونتني في بنتي ومسانداني ماديا ومعنويا، وكنتمنى من قلبي كاع الوليدات اللي في السونتر محمد السادس هما يستافدوا كما استفدت بنتي. بغيت كلشي يستافد، لا المؤطرين ولا القطب الطبي، كنستافد من الترويض ومن التمدرس. السلام عليكم، احنا اليوم متواجدين في من هذا الملتقى اللي كتنظمو جمعية أبي القراق من خلال نادي المعاق التابع لها، واللي الغرض منه هو توزيع المعدات التقنية للأشخاص في وضعية إعاقة. واليوم هذه المعدات اللي كتمكن هاد الاشخاص من انهم يعني يفتحوا الطريق ديالهم ويتطوروا بهم من بعد ما كيكون الشخص انه لا يعني لا يمكن له حتى ان يتحرك، ولكن بهذا المعدات يمكنه ان يعني ان يتمدرس، يعني يمشي للمدارس ديالو، يمكن انه يعمل يقرا ويعمل مشاريع الى اخره، لانهم هما يعني دورهم اساسي ومهم في الحياه، خصوصا لهاد الفئه اللي هي فئه الاشخاص في وضعيه اعاقه. وهذا اليوم استهل هذا اللقاء يعني بواحد المائده مستديره اللي كانت فيها عدد من المداخلات، لا من الشريك الرئيسي اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني البرامج الموجهه من
من طرف المبادرة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، كذلك الدور ديال المندوبيات التعاون الوطني ووزارة الإدماج الاقتصادي والأسرة، وزارة التضامن الإدماج الاقتصادي والأسرة، يعني في تأمين هذه المعدات التقنية لهاد الأشخاص في وضعية إعاقة. كذلك بين في هذه المداخلات استفدوا عدد ديال الحضور الكريم للدور الهام ديالها، وكذلك يعني توزيع ديال هذه المعدات كان على عدة مستويات. أولا الأطفال اللي استفدوا من كراسي مكيفة، كذلك الصغار اللي استفدوا من كراسي متحركة للصغار، وكذلك كراسي متحركة للكبار، وواحد العدد ديال كراسي الحمام، يعني كنقولوا لهم الشيز تواليت، كذلك دوك لي بيكي اللي هما العمادات لا الكنديه ولا الانجليزيه للصغار كذلك وللكبار، دوك لي بروتيز. بحال حنا هذا هو الغرض، هو اولا الفرحه ديال الاطفال، الفرحه ديال العائلات ديالهم، التهوين او يعني كنهونوا عليهم على الاقل التحركات ديال هاد الاطفال، كيفاش انهم يمارسوا حياتهم العاديه كاسوياء. إذن هاد العدد ديال المعدات هي مهمة جدا في حياتهم، ولهذا ارتأت جمعية أبي القراق أنها طيلة السنة من خلال نادي المعاق التابع لها، طيلة السنة كتقوم بتوزيع المعدات، كتواكب هاد الأشخاص، كدير لهم حتى الكبار تكوينات اللي باش يعني يستافدوا من المشاريع، واللي أكثر من هذا هما أنه كاينين أشخاص اللي هما واكبناهم منذ الصغار بهاد المعدة التقنية، والآن وصلوا لأنهم يقدموا لنا واحد يعني جدول ديال مشروع اللي غيتقدموا به، وحنا اليوم دعمناهم بمنحة مالية اللي على الأقل انطلاقة المشروع ديالهم وباش ينطلقوا للأمام. السلام عليكم، الاسم عبد الحافظ المتقي، سن 26 عام، ابن مدينة سالة. أنا قبل ما نتهرس صراحة كنت كنقرأ عندي سيزيام، من بعد ما تهرس حبست عند الدراسة، بقيت في الدار حتى توصلت بالكرسي وليت كنخرج، جيت الكليو أبي رقراق، من ثم بديت فورماسيون معاهم، وكذلك مشيت لأورانج ديجيتال ماروك، دوس معاهم فورماسيون في ريباراسيون ديال التليفونات، والحمد لله اليوم أنا كنتوصل أنني بدعم المشروع ديالي إن شاء الله، دعم ديال ريباراسيون ديال التليفونات، والحمد لله نواكبوا ونخرجوا لسوق الشغل إن شاء الله. ديالي كانت استفادة أنه تمويل المشروع ماشي ماديا ولكن ماتيريال، انه تاخذ ماتيريال، والحمد لله ان شاء الله غيواكبوا معنا المشروع وان شاء الله نخرجوا سوق الشغل على شلة. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.